السلام عليكم. النهارده هنعمل اعاده تدوير لحاجات كده بسيطه بنرميها، هنعمل منها افكار حلوه جدا. متابعوا الفيديو للنهايه، ما تنسوش تحطوا لايك. اول حاجه او اول فكره، ده جيركن. الجيركن ده كان بتاع دهان صغير اللي هو الكيلو. البديل بتاعه الجيركن اللي هو بتاع الايس كريم او العلبه اللي هي بتاعه الايس كريم. تمام، هبتدي اشيل الجزء اللي من فوق. استخدمت القطر الاول عشان بس البلاستيك ده تقيل شويه، وبعد كده بكمل بالمقص واشيل الجزء اللي هو من فوق ده. تمام كده، بعد ما فصلته هجيب بقى السبراي اللي هو الذهبي. هجيب ازازة، دي ازازة عصير بالشكل ده، غسلتها كويس جدا ونشفتها من المية بالشكل ده. انا رشيت بس الجزء اللي هو من تحت في العلبة، ورشيت الازازة كلها كاملة. هستخدم بعد كده الفرو. ولو عندك طاقية قديمة، فروة او كوفية قديمة مش بتستخدميها مثلا بتاعت الولاد وتكون صغرت عليهم، ممكن نستخدم الفكرة دي. انا عندي الفرو اللي هو الاسود اللي انا جددت معاكم بيه الجاكيت وعملنا منه افكار تانية، تقدروا تشوفوها، هي موجودة على القناة وده متاح بقى موجود يعني. بس انت ممكن تستخدمي البديل بتاعه، اي حاجة من الحاجات الفرو اللي هي بتبقى موجودة عندنا. هبتدي اثبت كده الفرو ده على العلبة كلها، ثبتها بس من فوق ومن تحت عشان ما يبقاش مكلكع عندي من الشمع. هبتدي بعد كده اسرحها. طبعا انا بس كل اللي انا بعمله ان انا بظبط بس شكل الفرو. تمام، هبتدي استخدم الازازه، نظبطها شويه ونظبط في شكلها. احط لها بس استرس كده بسيط من الجزء اللي من تحت. طبعا التزيين يرجع لك انت زي ما تحبي، بحاول اسهل معاك. وكمان الخامات اللي انا بستخدمها كده، ثبت استرس من تحت وعلى العلبه كده من النص بشكل زاوية شوية يعني بشكل مثلث. وبعد كده برضو حطيت في العلبة اللي هي البلاستيك من فوق دي. العلبة دي كان فيها برونز واستخدمتها وفضيت. هجيب حاجة كده تكون عريضة شوية وهثبتها في نص العلبة من جوه، وهثبتها برضو وهثبت فيها الازازة بالشكل ده. الجزء اللي انا استخدمته بتاع العلبة الصغيرة دي بس عشان يعلي معايا الشكل شوية. تمام، هسيبها بس تنشف واتأكد ان هي نشفت، وبعد كده هقلبها. تمام، طبعا هي كده باينه، بس هو بس الشراشيب اللي نازله دي مغطيها شويه بسيطه. هيكون ده شكلها النهائي. طبعا احنا كده عملنا اباجوره بفكره بسيطه جدا. ممكن ان انت تستخدمي من جوه اضاءه، لو عندك مثلا فرع ليد ممكن تثبتيه من جوه بمسدس الشمع، وطبعا هتبقي عملتي اباجوره من حاجات بسيطه جدا عندك. لو في اي حاجه في الحاجات اللي انا قلتها في الخامات اللي استخدمتها مش عارفين توصلوا لها، اكتبولي في التعليقات وانا هقولكوا كمان البدايل اللي ممكن تستخدموها ايه. بسطت معاكم على قد ما اقدر. استخدمنا السبراي وده متاح وموجود. لو انتي مش عايزه تستخدميه ممكن تستخدمي الازازه زي ما هي. ممكن نحط لها بس اي شكل او اي ورده كده من النص، ممكن تزينيها بس بستراس او باي حاجه بسيطه، اي ورود هتبقى شكلها حلو برده. والفكره اللي انا حطيتها بس على العلبه اللي هي الفرو، ممكن نستخدم كمان اي قماشه قديمه برده هتبقى شكلها حلو. تاني فكرة، هستخدم الجزء اللي انا فكيته من العلبة، الجزء اللي هو كان من فوق، هشيل منه اليد وبعد كده هبتدي اقفله بالغطا. هيتقفل معايا بسهولة، مش لازم نستخدم شمع ولا حاجة. هبتدي بعد كده استخدم قماشة، دي قطعة قماشة ستان، برضو متاح ان انت تستخدمي اي حاجة عندك، حتى لو قماش خيش او اي حاجة يعني من القماش او بواقي القماش عندك. هبتدي اتنيها كده تانية وتانية كمان، وبعد كده هبتدي اقصها بشكل دوران. انا عايزاها تطلع بشكل دايره فببتدي اقصها كده، ودي طريقه سهله جدا عشان تعملي شكل دايره. عايزاها طبعا تكون كبيره عن الغطا، بس هبتدي اصغرها حاجه بسيطه. قصيت منها بس جزء صغير، وبعد كده هبتدي استخدم الابره والخيط وهمشي من على الحرف كده بالابره والخيط. هسرجها كده سراجه بسيطه خالص، طبعا حوالين الدوران كله اللي في القماشه. كده بعد ما سرقتها كلها هبتدي ادخل جواها الغطا. طبعا ده الغطا والجزء اللي احنا قصيناه من العلبة، الجزء اللي من فوق. هبتدي بقى اشد الخيط كويس وهبين الكسر اللي موجودة عندي اللي اتعملت من الخياطة. يدوب بس ظبطتها، وبعد كده هبتدي بقى اقفل الجزء ده
ببتدي اخيطه كده في بعضه، الجزء اللي هو المفتوح عندي بخيطه كويس جدا تمام، وبقفله برضو بالإبرة والخيط، وبحافظ على الشكل او الكوسة اللي احنا عملناها من القماشة. بعد ما ثبتها كويس جدا وقفلتها بالشكل ده بالإبرة والخيط، طبعا هنحاول نبين الكسر اللي احنا عاملينها من القماشة، وهستخدم كمان فصوص كده خلاص لونها أزرق، هبتدي أوزعها على الحافة بتاع الغطا. تمام، وزعت كده اكتر من واحدة، وهستخدم كمان الورد اللي هو الفوم الجاهز، وده برضو متاح، ممكن نستخدم اي حاجة بديلة، بس احنا عايزين نعمل شكل كده يكون حلو. ابتدي اثبت اكتر من وردة جنب بعض، على فكرة احنا ممكن نستخدم الجزء ده في ان احنا نثبت عليه اي صورة عندك. هنشوف دلوقتي احنا هنعمل برواز من حاجة برضو كانت هتترمي. تمام كده ثبت ثلاثة جنب بعض، وكمان هزود اتنين تاني كده. ثبت اكتر من وردة بالشكل ده في النص مكان الخياطة، هدور بقى على الجزئين اللي هما كانوا مكان الغطا بتاع العلبة الاخرام اللي هي كانت موجودة، وهبتدي افتح مكانها كده بالمقص. تمام، وبعد كده هبتدي بقى افك الغطا وهثبت عليه ستان برضو لون يكون لايق مع الشكل اللي احنا عاملينه، بثبته كده بمسدس الشمع، وببتدي اغلف الجزء ده كله، بس هخلي بالي ان انا هبعد عن الجزء اللي انا هدخله مكانه. تمام، اهو انا بعدت خالص عن الجزء ده، هبتدي بقى اغلف اليد كلها. ممكن تثبتيها عادي بمسدس الشمع، بس مش هتثبت يعني، ممكن تتفك منك، فأحسن ان احنا نحط اليد مكانها. بس كده هبتدي بقى بعد ما غلفت اليد، هبتدي بقى ادخل اليد دي مكانها تاني. هيكون ده شكلها، طبعا البرواز ثابت مش بيتحرك نهائي لان احنا سندينه على اليد بالشكل ده زي ما اتفقنا. ممكن نحط اي صورة في النص مكان الورد ده، ونحط برضو حواليها وردة او وردتين، وهيكون ده شكلها كده النهائي. اللي لسه ما حطش لايك للفيديو ياريت يحط لايك، ويكتب كمان كومنت حلو عن رأيه. هنكمل كمان ونشوف الفكرة التالتة في الفيديو هتكون ايه. تالت فكرة هستخدم فيها كوباية بالشكل ده، وبعد كده هستخدم حبل الغسيل الصيني، والحبل ده بيكون موجود في محلات الأدوات المنزلية، وبيكون سعر رخيص مش غالي، بيبقى موجود منه ألوان كتير. هبتدي أستخدم الحبل كده وهلف بالشكل ده، هحط نقطة شمع وبعد كده هلف عليها الحبل، بحط الشمع كده بين الجنب، مش هكتر شمع قوي، بسيط خالص عشان ما يكونش طالع معايا وشكله مش مظبوط. بحط نقطتين بس من الشمع بسيط خالص، وبعد كده بلف الحبل لحد ما بوصل للحجم اللي انا عايزاه. تمام، بكمل كده بنفس الشكل، هو بيثبت معايا بمنتهى السهولة لحد ما بوصل كده للقاعدة بتاعت الكوباية. وبعد كده هبتدي الف الحبل بقى يعني بزاوية حاجة بسيطة كده لتحت. خلاص لو تلاحظوا انا بقيت احط الشمع على الجزء اللي هو من فوق في الحبل نفسه. تمام، وبلف كده برضو، بحط نقطة شمع بسيطة، وهبتدي اكمل بنفس الطريقة. هناخد بالنا ان الشمع ما يجيش على الكوباية، انا بحط الشمع نفسه بحطه على الحبل، باجي كده لحد قبل الكوباية، يعني بعمل بنفس الشكل حوالي 3/4 الكوباية، وبعد كده باجي اعمل شكل مثلثات او تمانيات كده. تمام، بتنيها حاجة بسيطة، وبعد كده بحط نقطة شمع لحد ما تثبت معايا، بلف الحبل. تمام، وبعمل من نفس الناحية بنفس الشكل كده. خلصتها، هبتدي بقى اطلع الكوباية
الكوباية دي بتكون ورق وسهل ان احنا نقصها او نفكها. استخدم بعد كده الورد اللي هو من الفوم الجاهز، بعد كده ابتدي اثبته كده على الجنب بتاع الكوباية او الشكل اللي احنا عملناه. تمام، نقدر طبعا نستخدمها كده نحط فيها وردة، وممكن كمان نستخدمها للأقلام، ممكن نحط فيها المقصات والخيوط كده. يكون الأفكار بتاعة النهاردة خلصت. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم.